أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ابطل العين الحاسدة التي تتمنى زوال النعم. اللهم ابطل كل عين حاسدة اللهم ابطل كل عين حاسدة اللهم ابطل كل عين حاسدة الحاسدة التي تتمنى زوال النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ابطل كل سحر مأكول ومشروب ومنتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء أن لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيكم. اللهم احرق كل شيطان عفريت في هذا الجسم وهذا الجسد. اللهم احرق كل جني اللهم احرق كل جني في هذا الجسم وهذا الجسد. اللهم احرق كل عين خبيثة وأعين حاسدة كل عين خبيثة وأعين حاسدة في هذا الجسد. اللهم اشفيهم من هذا المرض وكل الأمراض يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيكم. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.